السلام عليكم، اهلا وسهلا زبائننا الاعزاء، يا هلا ومرحبا بكم. رمضان كريم وشهر مبارك ان شاء الله عليكم وعلى الجميع. الله يتقبل اعمالكم وصيامكم وقيامكم يا رب العالمين، ويحفظكم من هذا الوباء ومن كل شر يا رب. اليوم ايش جبنا لكم؟ جبنا لكم عرض خاص بجهاز الهوج، الاجهزه الاعتياديه اذا كانت تاتو ال 3 دي او القلم المايكرو البولدنج ال 6 دي او جهاز التاتو الأبرة الاعتيادية، هذاك يعني يشتغل تاتو أو ويشتغل وشم بالنسبة لل 3 دي أو الأبرة الاعتيادية، لكن الوشمات الصغيرة. أما جهاز الهوج أو جهاز المسدس فهذا يشتغل وشم مهما تكون الرسمة كبيرة ويشتغل تاتو حاجب. فهذا جهاز الهوج هو بيعرض جهاز هوج زائدا 6 أبر وياه تجي زائدا هذا المسح الشفاف، هذا مو مسح اعتيادي، هذا مسح شفاف هسه راح نوضح لكم عليه. بالمناسبه هذا الجهاز تشكل هنا عندنا واير، شكله يجي يدخل بهذا الريموت، والريموت بي واير يتشكل بالنقطه. هذا الريموت هو يتحكم بسرعه الجهاز. هنا التشغيل منه السويتش اون والسويتش اوف، من هنا اصطفينا شغلنا، هنا منه التشغيل. هسه على 110 ناصي، نجي هنا الداون الناصي وهنا الاب العالي. وصلنا لل 200، سرعته كلش سرعه عاليه. هنا ارتفعت الابره، نقدر نتحكم احنا مثلا اذا نشتغل بالتحديد ممكن انه النصي شويه على مود يكون عندنا تركيز اقل، يعني عفوا التركيز دقيق. ومن نبدي نحشي ان كان حاجب وان كان وشم نعلي براحتنا ونشتغل 3D ونشغلون بدون الريموت. اوكي شلعوها من هذه وشغلوها قبل بالنقطه راح يشتغل عندكم بسرعه عاليه كلش، لكن هنا نتحكم بدرجه السرعه. خلينا وياه مسح شفاف، هواي يسالونا على المسح الشفاف، صار لنا اكثر تقريبا حدود السنه او اقل السنه نشتغل به، لكن هذا مسح الشفاف ما يشتغل بجهاز التاتو الاعتيادي ان كان 3D او ان كان ابره اعتياديه. هذا المسح الشفاف اللي هو المائي يشتغل فقط بالهوج ويشتغل بالمسدس. ليش؟ لان سرعته عاليه، فممكن انه تدخل الماده الشفافه داخل الحاجب وتطلع الحبر للخارج. اذا هو العرض جهاز هوج بسرعات يعني عاليه وناصيه وست اوبر ومسح شفاف وتوصيل مجاني. هذا العرض راح يكون كله ب 150,000 دينار. كان وياكم حيدر درب، مكتب ميزان الذهب لمواد التجميل والعناية بالمرأة. اهلا وسهلا بكم.